بفرز المراكز الأولى ونذهب إلى المركز الأول لنعطيكم الطيار للمركز الأول وبشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير من يقدم الطيار بأول المراكز يليه بالمركز الثاني مرسال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسالم بن حمد بن هيان العامري هو من يتقدم بالمركز الثاني والمتابعة من المركز الثالث. المركز الثالث يأتينا في هذه اللحظات هملول لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يقدم هملول بالمركز الثالث المتابعة من المركز الرابع الوصول من الواري لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتقدم بالمركز الرابع والمركز الخامس أرى أيضا بطاش لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم خلف بن مطر بن علوان هو من يقدم هذا الشعار المتابع من المركز السادس والوصول من سراب لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير أيضا يرسل سراب إلى المواجهة وإلى الصراع وإلى المراكز الأولى. نتأخر قليلا وناخذ المركز السابع. المركز السابع يأتينا مهدي لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي نقلة تالية إلى المركز الثامن. المركز الثامن فهنا عنيد لهجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيالي نقلة تالية أيضا إلى المركز التاسع وتاسع المراكز سراب لهجن الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي والمركز العاشر ملازم لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. شوفوا ملازم الآن بالمركز العاشر ولكن في إذاعتنا الأخيرة بيكون بالمركز الأول. نتابع مشاهدين الكرام ولكل حادثة حديث نتابع هذه الانطلاقات نتابع هذه التحديات نتابع هذه الشعارات التي تتبادل المراكز. المركز الأول وما زال سراب لهجن العاصفة متقدما ومبدعا ومسرعا بالمركز الأول بقيادة حمد بن راشد بن غدير. أما المتابع من المركز الثاني الطيار اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب علي بن راشد بن غدير هو من يقدم الطيار في المركز الثاني. المركز الثالث أرى أيضا مرسال اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسالم بن هيان العامري هو مع هذا المرسال ومع أيضا هذا التحدي. نتابع المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة من قبل هملول لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يقدم أيضا شعار هجن الشحانية إلى المراكز الأولى والمركز الخامس. أرى أيضا هناك الواري لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي متابعا في هذا المسار وفي هذا التحدي. النقلة التالية إلى المركز السادس. المركز السادس المركز السادس بطاش لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم وخلف بن مطر بن علوان نقلة تالية أيضا إلى المركز السابع. المركز السابع المركز السابع يتقدم أيضا بشعار هجن الرئاسة اللي هو مهدي وعيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. أما المركز الثامن المركز الثامن الوصول في هذه اللحظة من سراب لهجن الرئاسة وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي. أما المركز التاسع ملازم لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. ونختم الإذاعة بالمركز العاشر وأتابع أيضا عنيد لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مع التضمير. هذه النتيجة هذه النتيجة انتظروا المزيد انتظروا المزيد من التحدي ومن السرعة لأن التجمع واحد التجمع واحد في الموقع الواحد والهدف واحد الهدف الناموس. نحن نتابع أيضا كل ما يطرأ من جديد على المركز الأول والتغيير الذي طرأ على المقدمة هني. أشوف وأراقب سراب هجن الرئاسة وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي من يتقدم ويأخذ دوره في هذه اللحظة. أما المتابعة من المركز الثاني المركز الثاني فهنا سراب لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير والنقلة التالية وصل 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 ملازم وصل ملازم يبغي يعني يفرض هيبته ويفرض وجوده ويفرض أصله وشكله على الجعدان. يا سلام هجن العاصفة تتقدم حمد بن راشد بن غدير من يطلب المساندة من ملازم في هذا التحدي. نقلة تالية إلى المركز الرابع. المركز الرابع فهنا أيضا هملول هجن الشحاني
الثانية محمد بن خالد العطية من أيضا يرسل هملول إرسال الحكمة وإرسال القوة وإرسال التحدي. والمركز الخامس هجن الرئاسة تتقدم في هذه اللحظات مع الواري وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي ياخذ أيضا الواري ويشعل زمام الركض نار بهذا التحدي. نتابع أيضا الهجوم القادم في هذه اللحظات الوسيل وهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. يا سلام أشوف أيضا هملول قادم اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم عبيد بن محمد بالطبيعة من يقدم هملول في هذه الجولة. هكذا مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء دعنا على بسامعكم نتيجتنا وإذاعتنا للمرة الثالثة. ولكن نعود مثل ما توقعت وقلت وخبرت وقلنا لكم أول إذاعة كان بالمركز العاشر وقلنا لكم انتظروه في الكيلو المتر الأخير بتشوفونه بالمركز الأول. هذا هو وصل ملازم إلى المركز الأول لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. يا سلام يا سلام روح أيها الملازم روح جماهيرك تشجع يريدونك تبدع ومعنى الفوز لما تحقق ما تريده يتحقق الفوز مع هذا الشعار من الصباح الباكر وهو يعزز هذه الانتصارات يعزز هذه الانتصارات بهذا التحدي وبهذا العزم والإصرار. المركز الثاني يأتينا الواري هجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيري. أما المركز الثالث الوصول من الوسيل وهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. هذه المراكز التي نتابعها في هذا المسير. ولكن يا سلام يا الملازم خذوا جديد الآن غير في سيره مثل الحصان غير وانطلق بالمركز الأول خلاص. يا سلام الرفعه من ملازم إلى رتبة يعني أكبر. يا سلام يستاهل المركز الثاني. فهناك أيضا الوسيل وهجن الشحانية من أيضا تأتينا بالمركز الثاني وهناك محمد بن خالد العطية هو من يتابع. ولكن الملازم فرض هيبته فرض وجوده فرض اسمه فرض أيضا هيبة هذا الشعار يتقدم بالمركز الأول. والناموس أيضا لهجن العاصفة وأيضا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وللمضمر حمد بن راشد بن غدي. المركز الثاني الوسيل لهجن الشحانية. المركز الثالث عن يدري هجن الرئاسة. المركز الرابع فهنا الواري لهجن الرئاسة. والمركز الخامس سراب لهجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا وشاهدنا أيضا هذا التحدي وشاهدنا ملازم وهو أيضا يتسيد على الجعدان بشعار هجن العاصفة ويضيف نقطة أخرى أيضا لهذا الشعار ولهذه المؤسسة العملاقة. ونشوف أيضا التوقيت الزمني الذي تحقق حمدان وطرفها درب مكتوم صناع العجايب الكرم والمرجل بيده عشفة موهبة الأشعار من ربي وهاي بسم الله الرحمن